من شوية تم الإعلان عن اكتشاف جسم مشبوه داخل الحديقة، وكان من وتوقع انه يكون جسم متفجر او قنبلة او حاجة، وفعلا كل اجهزة وزارة الداخلية ما استهانتش بالبلاغ، وراحوا وتحققوا من انها كانت حقيبة محطوطة قدام احدى الكليات. بس الحمد لله رب العالمين الموضوع طلع سلبي ومفيش قنابل ولا اي حاجة، وزي ما حضراتكم شايفين الوضع امن حوالين الكلية، وفي تأمين موجود، وفي تفتيش للطلبة كمان زي ما حضراتكم شايفين كده. محيط الجامعة هادي، بس الموضوع ده لو بيدي مؤشر فهو بيدي مؤشر جيد جدا، لان مفيش استهانة باي بلاغ زي ما حضراتكم شايفين كده. الشارع مفهوش اي تعطل، مفهوش اي مشكلة، الدنيا ماشية طبيعي جدا. طبعا بعد سلبية البلاغ زي ما كنت بقول لحضراتكم، الموضوع لو بيدي مؤشر ان الداخلية ما بتستهنش باي بلاغ، تتعامل مع كل بلاغ باعتباره بلاغ صحيح الى ان يثبت العكس. طبعا ده حفاظا على ارواح الطلبة، حفاظا على ارواح المواطنين. زي ما احنا شايفين الطلبة واقفين طبيعي جدا، مفيش اي حاجة، الحمد لله رب العالمين الموضوع عدى على خير تمام. بس الموضوع زي ما بقول لحضراتكم كده يعني بيدي مؤشرات في بداية العام الدراسي، طبعا ان الداخلية محافظة على واجباتها، مستمرة فيها، مفيش تهاون من اي نوع. البلاغات مهما كانت، زي البلاغ ده كان ما كانش حقيقي، ان كانت الشنطة موجودة وكان كل حاجة موجودة، واللي عرفناه بعد كده ان هي الشنطة تم تفتيشها طبعا، ما طلعش فيها اي مواد متفجرة، لكن ما تمش الاستهانة بالبلاغ، وهو ده او هي دي النقطة الإيجابية في الموضوع. طبعا البلاغ تم صباح اليوم بوجود جسم غريب في جامعة القاهرة، فتم التحرك ليه طبعا على الفور، وتم عمل كردون أمني كبير جدا عشان خاطر يشوفوا الموضوع ده صحيح ولا لأ، والحمد لله رب العالمين طلع الموضوع كاذب. بس المهم ان التعامل كان صحيح، وهو ده اللي بيهمنا النهارده. حضراتكم شايفين طبعا الاتوبيس بتاع قافلة لقاح كورونا، ربنا يا رب يبعد عننا الوباء ويشفي كل مريض. طبعا بتمر المفروض لو في طلبة ليهم تحاليل، لو في طلبة ليهم حاجة، وبتحسهم برضو على اخذ اللقاح وكده، فطبعا دي حاجة من الحاجات المهمة جدا. يعني بمعنى اخر ان اليوم امام جامعة القاهرة لم يتأثر باي حال من الاحوال، سواء الموضوع ده كان مقصود منه صارت البلبلة او لا،
فهو الحمد لله الموضوع ما أثرش أي تأثير سلبي على اليوم الدراسي داخل أو خارج جامعة القاهرة. خلينا نشوف من زاوية تانية بحيث تبقى البوابة الرئيسية قدامنا، شايفين القبة، قافلة لقاح كورونا، علم مصر لا يزال يرفرف، ربنا يجعله يرفرف إلى الدوام. احنا هنا بنحاول ننقل لكم الصورة عشان ما تردد ان في قنبلة حقيقية داخل جامعة القاهرة. لأ، هو كان الموضوع سلبي، ما كانش فيه قنبلة حقيقية. احنا بنطمن حضراتكم وبنطمن من اولياء الامور في بداية العام الدراسي الجديد ان الحمد لله الدنيا هادية، وان شاء الله عام دراسي سعيد يمر على اولياء الامور قبل الطلبة ان شاء الله. في نهاية اللايف بشكركم، انا أسامة طلعت، كنت معاكم من امام جامعة القاهرة، شكرا لكم.